ان اللي بيقوله استاذ طارق دلوقتي ما يختلفش كتير عن الصوره اللي احنا ترسخت في اذهاننا عن استاذ حمدي. فكره القيم والمبادئ طول عمره ماسك بقيم معينه ومناضل من اجلها وعمره ما يتخلى عنها حتى في اصعب المواقف. لا خالص. خالص. على فكره بابا سمى حفيده ادهم عشان ادهم الشرقاوي. اه والله. اه والله. كان دايما يسمعني الاغنيه شفتي وبصي والعظمه. فكان بابا كل حلمه يسمي ادهم. بعدين اخويا سموا محمود وبعدين اختي جابت بنت وبعدين قلت له بابا هسمي ادهم. اه ابن حضرتك. فضلنا لحد ما سمينا ادهم. ادهم الشرقاوي. انت شايف انت يعني هم الفنانين تلاقيهم مرتبطين ببعض. حضرتك سميتي على مرات عمر حريري. وهو عايز يسمي ادهم عشان محمد رشدي غنى ادهم الشرقاوي واسماعيل. كان بيحب الصحبه والاصدقاء. قوي قوي. لا يحب كمان حس اللي هم ايه الفنانين تلاقي ايه ليه قيمه كده. مش اي مثلا فنان تلاقيه لا حد معين ليه ستايل او حاجه معينه. لما كبرتي يا استاذه مريت وشفتي محجوب عبد الدقي ده دور يعني يمكن بعده الدنيا اختلفت فنيا في مسيرته بس الدور ده فضل معلم. سالتي استاذ حمدي احمد وافقت على الدور ده ازاي؟ لا اصل هو بابا كان شايفه نظره ثانيه خالص. حتى هي ده كان خلافه مع نجيب محفوظ. ان هو قال له ان هو شايف ان محجوب عبد الدايم هو مش شخصيه مش كويسه. هو شخصيه كويسه يعني. وكان ليه دايما بابا مقوله يقول لك ان هو مدان ووثيقه اتهام للمجتمع. ان المجتمع هو اللي عمله كده. فاياميها حتى بابا قال لصلاح ابو سيف انا عايز اقعد مع نجيب. قال له يعني مين اللي لسه شاب يعني لسه ما فيش ده اول دور وعايز تقعد مع نجيب محفوظ تناقشه في ايه يعني انت مين يعني؟ كان بيحكي لحضرتك. لا الواقعه دي بابا بيعزها جدا لانه بعد كده اما نجيب محفوظ شاف حمدي احمد بيعمل دور قال ان احسن واحد جسد الدور حمدي احمد. وهو كان معترض عليه خالص. هو مش عايز انا عايز يعني عايز ايه حد بقى اسم للفيلم يعني. استاذ نجيب كان معترض على وصلاح ابو سيف قال له بس شوفوا الولد. وكان باب يعمل مسرح فقال له بس تعالى يعني اتفرج عليه في المسرح. الواحد ما يتخيلش اي حد تاني يعمل الدور ده غير حمدي احمد بهذه البراعه الحقيقه يعني. دور ساعات بحس كده اما تحطي حد في تاريخ السينما كانه مكتوب له بالظبط. القصه دي كمان يعني القصه اتعمل لها سيناريو تقريبا حاجه بتاع 4 مرات. كان اسمها القاهره الجديده وكان اسمها فضيحه في الزمالك وبعدين لحد ما وصل القاهره 30. فانت متخيله الفيلم ده ما طلعش كده. طيب هنشوف جزء من الفيلم وهسالك اول مره شفتي الفيلم. كان عندك كام سنه وكان انطباعاتك عنه؟ نشوف القاهره 30. انت ليه قبلت كده حسين؟ انا مش بحاسبك. انا عايز افهم انت وعلي طه. ارجوك ما تجيبش سيرته. طيب وقاسم بيه؟ اللي خلاني عرفته هو اللي خلاك قبلت الجوازه دي. اللي انا عملته انت عملته. احنا شركة في كل حاجة حتى الجواز. مش كده ولا انا بس الغلطانة؟
حسان، احنا ما جريناش ورا بعض، الدنيا هي اللي جمعتنا. انا حاسس ان احنا هنساعد بعض ونريح بعض ونعيش سوا بالطول والعرض. احنا خلاص بقينا زوج وزوجة تحت سقف واحد، وزي الحب ما بيبقى قبل الجواز، اوقات كتير بيجي الحب بعد الجواز. قوم قوم اقلع هدومك عشان تستريح. قوم يا احسان. الفيلم ده من اوله لاخره، الفيلم ده حكايه وقصه الحقيقه. بصراحه اول مره شفت الفيلم ده وحضرتك عندي كام سنه؟ لا كنت ايه مثلا 10 سنين او حاجه، لا يعني كنت مدركه يعني. بس ما كنتش فاهمه طبعا الفيلم يعني. وحتى كان دايما بابا يقول اتفرجوا كده وما حدش يسال يعني. لان انت مش فاهمه هي ليه متجوزه وليه، طب هي مرات بابا ولا هي مين؟ طب انت مش قادره تدركيها. ولعلمك ده بيحصل لحد دلوقتي مع الاحفاد. بييجوا يسالوني اقول لهم اتفرجوا على جده زي ما هو، ما حدش يفكر، ما حدش اجابه. هو فيلم اصله سياسي جدا، وعشان اللي هي ان هي بتمثل انك التنازلات فبتعمل كده، وهو ده الوضع عشان يعني يوصل، لان هو شايف ابن العجانه بقى. طب امتى اتناقشتي مع باباكي بقى مناقشه سياسيه حول الفيلم؟ لا سياسيه لا، انا الوحيده اللي كان دايما يقول لي انت ما كيش في السياسه. انا كنت مثلا ايه اقول له ايه؟ يا بابا طب يعني ايه اللي خلاك تعمل كده؟ قال ما هو ده التحدي. ان هو يوميها قال لي التحدي ان انا جاي من الصعيد، انا صعيدي صرف. يعني حتى هو اول ما خلف البنتين كان يعني الصعايده لما يجوا يزورونا هنقول لك يا ابو مين؟ يعني هي دي المشكله. وبعدين مسمي بقى شروته ميردة، يعني خرج خالص عن نطاق الصعيد. فقلت له بابا ايه يعني ايه اللي خلاك؟ قال لي ده كان تحدي. صحيح. وبعدين ان انت اول فيلم تبتدي نجيب محفوظ وصلاح ابو سيف، يا نهار ابيض، يعني انت خلاص انت عديت. طبعا. فهو ده كان التحدي، ان هو يعمله صح ومع اتنين عمالقه. فالحمد لله. بس هو دايما كان يقول لك القاهره 30، انا عايز امثل حتى لا يكتب على قبري هنا يرقد حمدي احمد بطل القاهره 30. وبعد وفاه بابا لحد دلوقتي كل ما حد يشوف لك حمدي احمد القاهره 30. فانا قمت بص قلت له بابا كتب على للاسف كتب على قبرك خلاص ما فيش.